طبعا انت عارف انت هنا ليه. انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. انا ما بوجهلكيش اتهامات عشان تحتاجي محامي. كل حكايه ان انا عايز اتكلم معاك شويه. مدام غدا، انا قريت الملف بتاعك وعارف انك مالكيش ذنب في اللي بيحصل ده كله، وعارف كمان انك مظلومه، يعني مفيش حاجه ممكن تخفف عنك او تعوضك. بس اللي انا عايز اعرفه، انت بتساعدي مين؟ انا ما بساعدش حد ومش عايزه اساعد حد. احنا رصدنا مكالمه بينك وبين سليم، طلب فيها منك انك تقابليه. ليه وافقتي وليه ما بلغتيش ساعتها؟ عشان انا بلاش. ليه؟ ليه سليم ما جاش يقابلك؟ معرفش. اقولك انا، تفسيري الوحيد ان سليم عارف ان تليفونك متراقب، كان عايزنا نعرف ان هو جاي يقابلك في حين ان هو راح مكان تاني خالص. مدام غدا، انت ست ذكيه وعارفه كويس ان ده اللي كان عايزه سليم، وعشان كده انا بكرر سؤالي، انت ناويه تساعدي مين الفتره اللي جايه؟ انا ما عنديش حاجه اقولها، ولو حضرتك عايز توجهي لاي اتهام فمن حقي يكون معايا المحامي بتاعي. ماشي، موبايلك معاكي، تقدري تطلبيه، بس اسالي الاول عقوبه التعاون مع ارهابي هربان ايه. ادخل. سيادتك جات لنا اخباريه دلوقتي ان سليم في المستشفى اللي ابوه موجود فيها، والمقدم حمزه معاه. روح انت. تمام. اهلا يا حمزه. اقعد يا سليم. الدكتور غير له الدواء. الدواء القديم جسمه خد عليه. هيبقى كويس. قول لي يا سليم، كان قدامك فرصة بعد ما هربت من السجن تهرب بره البلد، ما هربتش ليه؟ كان قدامك فرصة تقتلني يا سليم، ما قتلتنيش ليه؟ مش دلوقتي. تطلع المستشفى دلوقتي وتاخد معاك قوات كافية، عايزك تحاصر المكان كويس بحيث ما تديش فرصة لسليم يخرج منه بأي طريقة. سيادتك هنحاصر المستشفى ليه يا فندم؟ انا كنت بفكر في ان احنا نخش المكان نجيبه من جوه ونخلص. ما تعملش حاجه من نفسك، دي مستشفى، عارف يعني ايه مستشفى؟ انت تحاصر المكان وبس، يا اما حمزه يطلع بسليم يا اما تكلمني وهقول لك تعمل ايه. مفهوم؟ مفهوم سيادتك. شيخ جابر، سليم راح يزور ابوه في المستشفى والبوليس طلع وراه دلوقتي عشان يقبض عليه. وأسئلة تانية كتير هتفضل تسألها لي مع إنك عارف ومتأكد إن أنا مش هجاوبك عليها. بس أديك بتشتري وقت لغاية لما أصحابك يوصلوا. إلا صحيح، ومتأخرة أوي كده ليه؟ لو سمحت جوه بعد إذن حضرتك، اتفضلي جوه. شكرا مصطفى. تمام يا فندم. قفل لي كل المخارج والمداخل بتاعت المستشفى، محدش يدخل او يخرج، مفيش خرم ابره اتساب. يلا. تمام يا فندم. محمد. نعم يا فندم. هات لي مدير المستشفى هنا حالا. حاضر يا فندم.
الموضوع خلصان يا سليم. سلم على ابوك. اخر مره هتشوفه فيها. محدش عارف. ايه ده؟ يا سيادة التوهان، خليكم مكانكم ما تتحركوش، وانتوا تعالوا معايا اعملوا المخارج والمداخل. يلا. اطلع بقول لك. مش موجود. دورت عليه في كل الاوض ما لقيتوش. هرب ابن الكلب. هرب ازاي بس؟ انت كان لازم ما تخليهوش يخرج. كان لازم تعمل من كل المخارج يا بقى. الله عليك يا حمزه باشا، ما هو كان معاك ما عجزتوش ليه؟ ضحك علينا هو والهنم بتاعته؟ خلانا نفتكر ان هو راح يقابلها ويجي هو هنا عشان يقابل ابوه، بس وشرف امي ما انا سايبها، انا هرجع لها تاني واخليها تتكلم. بقى انت قبضت على غادة بهاء؟ قبضت عليها. عندك مشكلة؟ كانت فرصة. لما نبقى عارفين سليم فين وامتى تبقى فرصة. ما كانش ينفع ابدا نسيبها تضيع من ايدينا. تحطوا حراسة على أوضة فواز في المستشفى 24 ساعة. ولازم تعرفوا اللي داخل واللي خارج يبقى مين. أما بقى بالنسبة لغادة. يا فندم غادة هي اللي ساعدت سليم. أنا من الأول قلت لكم. يا فندم غادة ما ساعدتش سليم. غادة ساعدتنا. أنا قلت لهم إن أنتي ساعدتيني وقلتي لي إن سليم رايح يزور أبوه في المستشفى. كده أنتي قدامهم مش غلطانة في أي حاجة. عملت كده ليه؟ يعني مش عارفة ليه. اللي مطلوب مني دلوقتي؟ ولا حاجة. ولا أي حاجة يا غادة. لو عايزة تمشي تفضلي محدش هيمنعك. غادة. غادة أنا حاولت أعتذر لك كتير أوي. حاولت أقابلك علشان أشرح لك إن اللي حصل ده كان غصب عني. أنتِ عارفة طبعًا إن أنا مستحيل كنت أقصد إن والله ما في يوم عدى قدرت أنسى. ولا حتى سامح نفسي. أنا آسف. إني عارف ومتأكد إنك مش هتسامحي بس. أنا آسف. إذا لو قررتي تشتغلي مع سليم تبقي كده هتشتغلي ضدنا. ساعتها مش هقدر أعمل لك أي حاجة. فاهمة طبعا. ينفع امشي دلوقتي؟ طبعا يا سيد. عملت ايه؟ سبتها تمشي يا فندم. ماشي. ما تبقاش تدار عليا تاني يا حمزه. يا فندم انا عملت كده علشان انا ما يهمنيش انت عملت كده ليه ما دمت في الاخر بتوصل اللي احنا عايزينه. انا ما رضيتش اكلمك قدام بهاء بس اعمل حسابك من هنا ورايح غاده دي هتكون مسؤوليتك انت، فاهم؟ مش ساعتك يا فندم. المهم انا عايزك تروح للواء صبري بيته وتعمل اللي هقول لك عليه.
قلت لك ما تروحش المستشفى وبرضه ما سمعتش كلامي ونفذت اللي في دماغك. وانا قلت لك ان هو لوحده وانا مش هينفع اسيبه. ايه الكلام اللي بقوله لك يا سليم؟ لازم يتنفذ. في ايه؟ في يا شيخ جابر؟ انت فاكرني واحد من رجالتك لما هتديله امر يقول لك سمعا وطاعا مولانا ولا ايه؟ انا بشتغل معاك مش بشتغل عندك. ده كان اتفقنا من الاول. سليم اتفقنا اننا نساعدك تاخد حقك في نفس الوقت تنفذ اللي يطلب منك. دي قصاد دي. لو اتقبض عليك دلوقتي هنعمل ايه؟ ما اتقبضش عليا لان انا كنت مخطط كل حاجه وعارف كويس انا بعمل ايه. وليه يا ابني تخاطر اصلا؟ عشان اللي في المستشفى ده يبقى ابويا. ماشي يا سليم بديك شفته يا ابني واطمنت عليه. ممكن تهدى بقى لغايه ما نخلص اللي ورانا؟ ان شاء الله. مش هناكل لقمة بقى مع بعض؟ أغير هدومي وأجي أكل معاكم. الله 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 الله. هو أنت هنا؟ ده أنا كنت لسه هكلمك. أقعد أقعد. ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. أنا تحت أمرك أي وقت أنت عارف. يا أهلا بيك يا أهلا بيك بيتك. طمني الأخبار إيه بقى؟ سليم كلمك ولا لسه؟ لا. بس تقابلنا. قابلته؟ ازاي؟ كان رايح لابوه في المستشفى وانا كنت مستنيه هناك. لكن للاسف هرب. وانت كنتش عامل حسابك ليه؟ ينفع كده؟ كان لازم تعمل حسابك. قول لي بقى انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يعني؟ بتفكروا ازاي؟ الخطه بتاعتكم ايه؟ الدكتور حسن. دكتور حسن؟ ده الدكتور. مش ده الدكتور بتاع السجن؟ مش ده مات؟ لا ما لحقوه في اخر لحظه يعني وهو من ساعتها في مستشفى السجن. بس احنا مش قايلين لحد. دي اوامر اللواء سيف علشان يعني ما حدش يتعرض له تاني. يا سلام انا بيعجبني تفكير اللواء سيف قوي قوي. طب انتوا استجوبتوه ولا لسه؟ لا يا فندم مستنيين ان حالته يعني تسمح علشان نستجوبه. ساعتها هنعرف مين اللي ساعد سليم ومين الخاين اللي في الوزاره. طب لما توصلوا لأي حاجة بكلمني ممكن؟ طبعا. غادة هتتأخري تاني النهاردة؟ مش عارفة. يعني هتخرجي من غير ما نكمل كلامنا؟ ماما قولي انت عايزاني اعمل ايه وانا هعمل. عايزاني انسى واروح الشغل زي ما طلبتي مني قبل كده؟ حاضر هنسى واروح الشغل. عايزاني اسيب الشغل واقعد جنبك هنا واحط ايدي على خدي. هدخل دلوقتي اغير لبسي واكلمهم في الشركه اقول لهم ان انا مش هروح الشغل تاني. مش عاجبك لبسي تعالي نقلي اللي يعجبك وانا هلبسه. قولي لي بس انت عايزه ايه وانا هعمله. بس ارجوك سيبيني في حالي. انا عايزاك تجاوبيني على سؤال واحد. كنت فين طول الليل امبارح؟ كنت في الشغل وقلت لك قبل كده احنا داخلين على مشروع مهم واحتمال قوي ان انا اتاخر. اقول لك ايه تاني عشان تصدقيني؟ ماشي هعديها لك بمزاجي. بس لازم تعرفي زي ما بتقسي عليا لازم تفهمي ان انا امك واللي بقوله لك دوت عشان خايفه عليكي مش على حد تاني. أنا بس مش عايزاكي تقلقي عليا. صدقيني يا ماما أنا خلاص اللي أنا فيه تعودت عليه. خوفك وقلقك عليا ده بيزود حملي مش بيريحني. يا غادة أنا ماليش غيرك في الدنيا. عشان خاطري يا غادة اوعديني لا تشوفي سليم ولا تتكلمي معاه. اوعديني عشان أطمن. حاضر يا ماما وعدك. ممكن أروح الشغل دلوقتي؟ تأخري. باي باي يا ماما. طيب يا حمزة ماشي اوكي يلا سلام سلام. هاي يا فندم
ايه الاخبار؟ حمزه وصل المعلومه لصبري كده. لو جابر وسليم عرفوا ان دكتور السجن لسه عايش هيبقى شكنا في محله، وهيبقى صبري فعلا هو اللي شغال معاهم. ولو ده حقيقي هنعمل ايه؟ هنقبض عليه. مش كفايه اللي حصل لي من وراك؟ ممكن تهدي بس وتسمعيني؟ انا لا عايز اهدى ولا عايز اسمع منك كلمه تانية. وعشان تبقى فاهم، انا المره اللي فاتت ساعدتك عشان باباك ملوش اي ذنب في كل اللي بيحصل، مش عشان خاطرك. انا لما كلمتك ما كانش قصدي اعمل لك مشاكل، كل اللي انا كنت عايزه انك تساعديني في موضوع ابويا. بقولك انا مش عايزه اساعدك تاني، افهم بقى ارجوك. انا مش عايزه اساعدك تاني، مش عايزه ادخل نفسي في مشاكل من وراك. وارجوك ارجوك ياسين ما تكلمنيش تاني. الو غدا، انا هسبقك ورا هناك، محتاجك قوي جنبي النهارده. اوكي انا مدام هدى. ده عنواني. ايه ايش احصل لها؟ ايه الو؟ اه يا ماما. ايه بتقولي؟ ايه يعني ايه شقتك غرقت؟ طب اسمعيني بس، انت هناك دلوقتي؟ لا لا لا، خليكي خليكي، انا هجيلك على طول. يلا يلا يلا، باي باي باي. انت متأكد يا سليم ان الاسم حسن ده ما ماتش؟ طب خلاص خلاص خلاص، ما تشغلش بالك، انا هتصرف. صالح، ايوه يا شجابر، شوف لي حد من رجالتنا يقدر يدخل مستشفى السجن. بقالي كتير قوي ما شفتكيش. ازيك يا حماتي؟ مش ضروري تكلميها. لا انا هي مش جايه، انا مش هكلمها. حطي التليفون على الترابيزه، حطي التليفون على الترابيزه. جايه بقى او مش جايه، دي حاجه هنعرفها كمان شويه. ادينا قاعدين مستنيين. يا ابني انت عايز منها ايه بس؟ ما تسيبها في حالها. انت ما كنتش كده، ايه اللي حصل؟ هطلب منك طلب، عارف انه هيبقى صعب عليكي قوي. اقعدي ساكته. ايه اللي عمل فيك كده؟ طلبت منك تسكتي. وانا لازم افهم. يعني انت لحقتي تنسي؟ لا انا ما نسيتش، بس غدا ملهاش ذنب في كل اللي حصل. كفايه اللي هي شافته. عشان خاطر يا سليم اعمل فيا انا كل اللي انت عايزه، لكن غادة مراتي وهتفضل مراتي طول ما انا عايش. كانت مراتك قبل ما تسيبها وتروح تمشي مع اللي انت مشيت معاها وضيعت منها ابنها. حرام عليك يا اخي، ارحمها. هو انت ايه، مش بني ادم؟
واضح ان انا غلطت لما طلبت منك بالذوق انك تسكتي. مع اني عارف اقدر اسكتك ازاي كويس اوي. امسك يا عم قهوتك عشان تظبط دماغك بدل الهم اللي احنا عايشين فيه ده. كده كتير قوي يا بهاء، يعني اكل الصبح وقهوه دلوقتي. اشرب بس اشرب. ياما ده اللي وسيف. اي فندم. لا فورا اكون عند سعادتك يا فندم. خير؟ حصل حاجه؟ حضرتك متاكد يا فندم؟ اللي تأمرني بيه سعادتك انا هنفذه فورا يا فندم. في ايه؟ جه تليفون للواء سيف من سجن العرب ان واحد من تنظيم نور الهدى اللي اتقبض عليه قبل كده اتخانق مع مسجون تاني وطلب نقله مستشفى السجن. كده يبقى الكلام فعلا وصل. وصل ولو صبري هو اللي وصله. انت بتعمل هنا ايه؟ ماما فين؟ ماما يا ماما. ايوه يا غادة خلي بالك. ادخلي جوه. ايه ده؟ ادخلي جوه. حاضر. ايه اللي بيحصل ده؟ بكلمك ما ترديش عليا. عشان مش عايزه ارد عليك. والموبايل انت اديتهولي رميته. انت ازاي تسمح لنفسك انك تجينا؟ وايه اللي انت عامله مع ماما ده؟ عشان امك بتحاول طول الوقت انها تبعدك عني، وعشان لو واقفه معانا دلوقتي مش هعرف اتكلم معاكي في اللي انا جاي اتكلم معاكي فيه. انا مش عايزه اتكلم معاك اصلا. ابعد عني ارجوك يا سليم، كفايه قوي اللي حصل لي من وراك. ابويا تعبان يا غدا، وانا جاي لك النهارده عشانه مش عشاني. انا رحت زرته في المستشفى والدواء خلاص ما بقاش بيجيب نتيجه تقريبا، ويدوروا على دواء جديد. بس انا مش هقدر اعمل اي حاجه. انت شفت ازاي المره اللي فاتت انا اتخذت في سين وجيم بسببك؟ معلش، بس انا كل اللي بطلبه منك انك توصلي الفلوس دي للمستشفى باسمه عشان خاطري. مش هينفع. ما ينفعش ان انا اعمل كده. مفيش حد غيرك يقدر يعمل كده. بصيلي، انت عارفه انا بحبك قد ايه، وهفضل احبك مهما حصل. ما تقربش من ماما تاني مهما حصل، فاهم؟ فاهم، بس انا ما قدرتش اشوفك في بيتنا فاضطريت اعمل اللي عملته. مفيش حاجه اسمها اضطريت. ايا كان السبب ما تقربش من ماما تاني. حاضر. الو، يعني ايه؟ طيب انا هتصرف. غدا، ابويا ملوش في الدنيا غيري، وانا ماليش في الدنيا غيرك. لازم امشي. مشي يا غدا. مشي. في مشكلة بخصوص مشروع الم...